الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، نهاركم المسرقة إن شاء الله لدين ودنيا. خرج الموضوع نتحث ذايز أيثما ليسما بأنه أقنغ لشهر رمضان المبارك، كما قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فاللهم اعتق رقابنا من النار. البداية أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر الصبر، شهر الطاعات. يخسن غذي رمضان أن دوبلا ذي قناث ذي العبادات، أن دوبلا ذي الصيام، أن يري الصيام النق أذي يري عن الصيام الخصوص، أن تعظ، لأن رمضان يكشان خذ الله تعالى ما حند ذي سنتوه. يقارن الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أنجدد التوبة النق، لعل الله تبارك وتعالى غدا غيغفر الذنوب النق ثني يعذون، لأن رمضان شهر الرحمة وشهر البركة. نحم يويا المساجد النق إن شاء الله مملوءة سن مؤمنين سن محسنين، ذرخارين تق باري المساجد، رخارين تق ذي ثروة النغ، رخارين تق ذي مرة من غانغ ذي مرة من غانغ من غانغ، وناس تعبر خاص بأنه نزوما الصيام إن شاء الله هذي ريم قبول غايا رب العالمين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يجي نهار يقعد خن من بار إن من أدركه رمضان ولم يغفر له لا غفر الله له، قل آمين فقلت آمين. لأن يجن الموعظة رمضان ثمسارة شنو يجن المتجر، ربح فيه الربحون وخسر فيه الخاسرون. التوبة ذي رمضان النصوحة، يقارن غذيس الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالإنسان إذا تاب في رمضان وبعد رمضان يكون إتيري المؤمن صادق، لأنه بعد رمضان يخسويت عقبشة غممشتو غتقبر هذه استمر ذي الصيام ويسمح بذي الصلاة، لأن الصلاة إذا قارن غذيس الرسول صلى الله عليه وسلم تغث على فراش الموت يقار الصلاة الصلاة. فيجب علينا أن نجدد ثم نصلح ما روني تغوايد زجين أذي بذا غذي الزج الخذي رمضان مرة نتزجا، ولكن بعد رمضان يخسن غنستمر ذي الصلاة، ثم أن بذا غنقرأ القرآن، أن ختم القرآن كرشها ليس في رمضان فقط، ونقرأ القرآن دي رمضان وها يخسن بعد رمضان إن شاء الله أن غار القرآن، أن ختم القرآن على الأقل أن قارجنها إجن الصحيفة ذنها، لأنه القرآن يوم القيامة أذيري مشهود أخاك يشهد يوم القيامة. يخسنغ القرآن أثن تخذ الورد كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغي ختم القرآن الرسول صلى الله عليه وسلم ذي قومين يختميث ذي عشايم يختميث ذي شهار، تغي الصحابة قان القرآن في رمضان وبعد رمضان. ثم أذن غيرين شوية الإحسان، الإحسان ذي البر ذي الأخلاق، لأن الأخلاق تنذ المزايا يتيري المؤمن صادق. قارن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: هي الأخلاق تنبت كالنبات، إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة المثمرات. فرمضان شهر الطاعة وشهر الصبر،
يخصنا غنصبر ديال رمضان ونتخيق شاه ونتقشى الاعصاب ونجمر شخصي دار ربي العالمين قنقا قنزوم يخصنا غير هذا وتنقاشا جاي وذان قزوم لا العباده سريه حين قال رسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به لان الصيام وهذه جزاء ورذي الجن الا ربنا تبارك وتعالى فالصحابه ايها الاخوه الصحابه غد زمان تدعان اواني الصيام تدعان سيدي رب العالمين ما حندا داسني اخسني قبر الصيام لانه شوفي التقوى الورع تدعان غ الله تعالى ما حندا خاصني قبر الصيام ونحن في رمضان يجب علينا ان نجدد التوبه التوبه مره اخرى لان التائب من الذنب كامل لا ذنب له فالانسان في رمضان يتيري شنو الملك يتزم من طلوع الشمس الى غروبها هذا تشريف يتعظمنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الشهر يقارس رب العزة انظروا إلى عبادي خزام ذي العباد نو زمن ولكن الجزاء نشيثني الجزان انجازات سجن خا ضمقران يمغار فهنيئا للصائمين هنيئا للذين يقرؤون القرآن هنيئا للذين يعمرون بيوت الله تعالى ونتحذر حتى الشباب بعد رمضان أيها الشباب واتجم شيء مشنوم ذي المساجد خوان لأن بعد رمضان يتير المساجد خوانت يخسن غوان خكوشان المساجد يخسن أنيري غك الله تعالى أرغنا بحق يا رب العالمين يقال الله تعالى ذي القرآن واعبد ربك حتى ياتيك اليقين حتى ياتيك الموت والجيبو غادي يعذو رمضان وتزيد جيت شا وتزميت شا وتقاضب القرآن تعقب ذم مشتو غاش قبر لا يثمع يخسنق أن تبغى الله تعالى مهما كانت هذه الذنوب ما رض ذنوب ننتق سيدا ربي غفران خذنت سيدا ربي رحيم سيدا ربي يشفق خل عباد النس لا بد أن يرحم مهما كان وكان حق علينا نصر المؤمنين هذا ينصاري مسر من مجان فيجب علينا أن نجدد التوبة ونصلح ذات بيننا ويغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.